بطموحات وأهداف جديدة. يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بمواجهة المريخ السوداني مساء اليوم، بعد أن أغلق صفحة كأس العالم للأندية المليئة بالمواجهات القوية والإنجازات، ليفتح صفحة جديدة لبطولة جديدة تسجل في تاريخ القلعة الحمراء. الأهلي يواجه عدة غيابات بسبب إصابة بعض لاعبيه عقب المشاركة في كأس العالم للأندية، إلا أن الأهلي دائما بمن حضر، وهو ما جعل بيتسو موسيماني المدير الفني يسارع في تجهيز البدائل على الفور للمشاركة أمام بطل السودان. أما المريخ السوداني بقيادة مدربه الجديد التونسي نصر الدين النابي، يدخل اللقاء متصدرا مسابقة الدوري المحلي برصيد 19 نقطة بخوض 9 مباريات، فاز في 5 مواجهات وتعادل في 4 ولم يتلقى أي هزيمة، مسجلا 12 هدفا وسكنت شباكه 3 أهداف، ويعتمد على صفقاته الجديدة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب القاري. وعلى الرغم من تساوي المريخ والأهلي في عدد المباريات المحلية، إلا أن المارد الأحمر يتفوق في المعدل التهديفي، حيث سجل 19 هدفا بينما سكنت شباكه 4 أهداف. الأهلي العالمي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، ويستهدف 3 نقاط لتكون ضربة البداية الطريق نحو النجمة العاشرة.